رامية هدى شعبي تنقلت رفقة مدربها نور الدين زيان إلى المقر الخاص باللجنة الأولمبية في الجزائر العاصمة، ولكنها لم تدخل الندوة الصحفية. وتحدثت رفقة مدربها إن أكد نور الدين زيان المدرب الشخصي لها أنه تعرض للتضييق، إضافة إلى التجريح الذي مس شخصه، وسيرفع دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية. معاه انا راهم مسوني ومسو سيرته المؤسسه تاعي بتهمه كذبه. انا يعني طرحت راح ندير المشكل تاعي عند القضاء، ونخلي القضاء الجزائري اللي عندي فيه كل ثقه باش يفصل لي في هذه القضيه. وكتبت راسلت رئيس الجمهوريه اللي هو الاول قاضي في البلاد، ثاني على الحقره باسكو هذه انا نسميها حقره، اللي السيد يجي يدير 30 ميكرو قدامه هكذا ويتمني. لو كان هذا الشيء صح كان يروح للقضاء كما راني رايح للقضاء انايا، ويرفع بيا شكوى ونصلينا عليه. هو ما دارش، هو سكت 3 سنين. انا نطرح لك سؤال بسيط، انا اللي نطرح لك سؤال دروك انت كشيخ لو سمعت. السيد هذا وراه الا ما راحش ما هدرش 3 سنين، يتسمى كومبليس ولا ما يتسماش كومبليس؟ يعني تما كومبليس، وراني نقولها لك يتسمى كومبليس. ما تغطيش عليا خويا وانا درت حوايج كيما هذا ومراهم، وانا مسؤول في الدوله، وانا اطرت في الدوله، وانا ولد هذه الدوله. ما عندوش حق باش يسكت عليا الا كنت خاطئ، بصح ما عندوش حق باش يوسخني وانا. واكدت هدى شعبي انه تم تحطيمها بعد عمل دام 8 سنوات كامله، مضيفة بأنها لم تتلقى أي دعم لا من اللجنة الأولمبية ولا من اتحاديتها الخاصة. من سنين وأنا نجبد وأنا نخدم، على الأقل تجيك صدمة. أنا ما استنيتش الصدمة أنه تجيني من إطارات الرياضة، استنيت أنه الصدمة من أعداء كما نقولوا الرياضة، يعني في البادوتير تاعي حضرت لها نفسيا. لكن صدقني خويا لحد الآن أنا جيت لأنه جيت كمطالبة سلمية، جيت في سلام نطلب حقائق، نطلب يعني إثباتات علاش المدرب تاعي قصاوه. لكن للأسف الشديد بالرفض لهنا ما قدرتش ندخل، ما لقيت حتى والو كان دعم سوتيا مورال، هذا هو اللي زاد حطمني. ونتاسف لانه حتى طبيبة النفسانية في اللجنة الأولمبية ما كلمتنيش، ما كلمني حتى واحد. هذا هو اللي تاسفت انه قلت باللي اعدائنا راهم يكونوا اعداء من اطارات الرياضة، لانه احنا مع بعضنا نورمالمون هذه باش نشرفوا الجزائر نورمالمون يدعمون. يعني مستعدة كل الاستعداد انه ندخل الجزائر نتلقى هذه الضربة، وخاصة انه يتهموه وبقضية تأديبية اللي ما عندنا حتى ورقة. والمشكل علاه تسترتوا عليها منذ الألعاب البحر الأبيض المتوسط وانتم ساكتين، ألعاب طوكيو وانتم ساكتين، خليتوني نحضن، خليتوني نطمع أني نجيب الجزائر، نجيب الشعب الجزائري ميدالية. لكن هما للأسف ما عرفوش بالإحساس الرياضي. وأنا واش نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل.